صباح الخير. معك إشراق من قصبة مهدية. من قصبة مهدية؟ نعم، على إقليم قنيطرة. أي مرحبا بك يا إشراق. بارك الله. لاباس عليك؟ بارك الله فيك. يمكن أول مرة كتواصل معنا إشراق ياك؟ نعم. لا أول مرحبا بك. ما تكونش آخر مرة إن شاء الله يا ربي. أمين. دايما نعاودينا بالوصفات ديالك ونكسبوا صديقة في قنيطرة. مرحبا بك. بارك الله فيك. تفضل. لا إشراق. عندي عشيش بالبطاطا. عشيش بالبطاطا؟ أييه. نعم. عندنا جوج بطاطات مشكوكين بالحكاكة الغليظة. محكوكين بالحكاكة الغليظة. وجوج بيضات. جوج بيضات. أييه. شوية ديال المعدنوس مقطع. شوية المعدنوس مقطع. ومليحة وإبزار. وملحة وبزار. أها. كنشدو هادشي كامل كنخلطوه. مع البيض. أييه. وكنديرو الزيت السخون مزيان في المقلة وكنهزو بالمعلقة وكنحطو في المقلة. كتجي مشي وكا بحال عشيش ياك. بحال العشيش. أييه. يعطيك الصحة يا إشراق. بارك الله. هادي انا كنجربها، كندير هاد القضيه هادي ديال البطاطا، كيحمقوا على الاطفال يعني كتجي مقرمله وغزاله وكتنوعوا حتى في يعني البطاطا المقليه المعروفه دائما عاده الاولاد ما بقاوش كيبغيوها بزاف. هاد البطاطا قلنا غير جوج بيضات مع شويه المعدنوس ومليحه وبزار. نعم. وتناخذوا بطاطا تنحكوها في حكاكه غليظه وكنسلقوا البيضات يكونوا صغيرين، داك الحجم الصغير ديال البيض ديال السمان. ديال السمن او بيض عادي يكون هو صغير بزاف. اييه. وتنديروها فوق من داك العشيش اللي درنا. كنسلقوه ونقيوه ونحطوه كل عشيش فوق منه بيضه. فوق منه بيضه. عطيك الصحه يا لاله اشراق. هذه فكره جديده ومبتكره وسهله. عطيك الخير. وشكرا لك بزاف على التواصل ديالك وان شاء الله ما نتمنى تكون ماشي اخر مره. وتحيتي الناس كاملين ديال القنيطره والناس المهديه كاملين اللي كيتواصلوا معنا. لا اختك يا اشراق.